بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم، معاكم أشرف رمضان. في الفيديو ده هكلمكم عن اللوسز اللي موجودة في أنظمة الطاقة الشمسية، وهنشوف إزاي برنامج البي في سيست بيقدر ياخد تمام اللوسز دي وبيعملها عملية موديلنج. يبقى أنا بتكلم عن الموديلنج سيستمز لوسز، اللوسز في أنظمة الطاقة الشمسية، والموديلنج بيتم ببرنامج البي في سيست. زي ما احنا عارفين دايما ان برنامج البي في سيست بيبدا يديني اوبشنز، منها البريليمينري ديزاين او البروجكت ديزاين والتولز. لو انا اشتغلت على برنامج البي في سيست هبقى عارف ان هو بيصنف لي الشبكات الى الجريد كونكتد، الحاجات الواصله بالشبكه، والستاند الون اللي احنا بنسميها الاوف جريد، او البايبنج سيستم والدي سي جريد. انا اللي يهمني جدا ان انا اعرف اللوسز في البي في سيستم بصفه عامه، تمام، بيتم عمليه السيميوليشن ليها ازاي. في الاول ببدا اعرف، تمام، اللوسز الخاصه بالموديول. في عندي هنا بتكلم عن ان انا بحدد ديترمايند باي السبيسيفيك موديول، ان انا بشتغل على اللوسز الخاصه بالشيدنجز او الظلال. بعد كده الانتر بريتيشنز اوف الموديول اللي انا باخد منها البي في موديول بيهيفر، بشوف سلوك هذا الموديول او خصائص هذا الموديول، بشوف ايه اللوسز اللي بتطلع منه. وبعد كده بشوف اليوزر بارامتر سبيسيفيكيشنز اللي هي خصائص اللي هيبقى راكب فيها اللوح، من ان انا بوصل مع الالواح دي انفرتر، بوصل كابلات بيحصل فيها لوسز. يبقى انا هبدا اشوف السويلينج، التربه اللي انا هبدا اشتغل عليها او المكان اللي انا هبدا اوصل عليه، ده ديبند على اليوزر والوايرنج والاسلاك وهكذا. يبقى انا عندي اللوسز هنا اقدر اشوفها من خلال الشيدنج، ومن خلال البي في موديول بيهيفور، ومن خلال السويلينج والوايرنج الخاصه بالموديول. طبعا هنا احنا بنجمع اللوسز وبنسميها لوسز اناليسيس، وده مهم جدا. انا بقسم اللوسز يا شباب، تمام، الى مجموعه من الكاتيجوريز. اول تصنيف او اول حاجات بيظهر فيها او بينتج عنها اللوسز اللي هو الاوبتيكال لوسز. الاوبتيكال لوسز ودي بتبقى خاصه بالاشعاعات الشمسيه وايه المفاقيد اللي بتحصل فيها. بعد كده الاري لوسز، زي اللوسز اللي بتحصل من الموديول، تمام، اهو في عند البي في لوسز ديو تو الاريديانس ليفل وديو تو التمبريتشر وديو تو الاري سويلينج لوسز. يبقى في انواع مختلفه بديها تصنيف اسمها ايه، الري لوسز. وفي عندي بعد كده اللوسز الخاصه بالسيستم كاملا، زي اللوسز اللي بتطلع من الانفرتر، تمام، باشكالها المختلفه. وفي عندك الاوميك لوسز، تمام، الخاصه بالمقاومات الاوميه الخاصه بالسيستم ككل. يبقى انا عندي ثلاث تصنيفات. لو انت شفت الشكل ده اول ما بتشوفه في الريبورت بتاع البي في سيست او في اي برنامج تاني، ده عباره عن مجموعه من اللوسز. يعني انا هنا ببدا اقول لك والله انا عندي مثلا الباور بتاعت الكليه سي 3000 كيلو وات اور، او الانرجي كل شويه بخسر منها شويه. انا يعني عندي هنا 30542 فقدت شويه مفاقيد، تمام، بقيت 26000، فقدت شويه مفاقيد بقيت 24000. يبقى انا القيمه اللي بتطلع لي من الحسابات لازم استقطع منها قيمة اللوسز حسب النسبة بتاعتها، ودايما اللوسز هتلاقي قدامها ماينس رقم سالب. يعني انت بتاخد من ال 30542 كيلو وات اور بيبقى في لوسز نتيجة مثلا الراديانس ليفل، في عندي لوسز نتيجة التمبريتشر، في لوسز نتيجة السويلينج لوسز، في لوسز نتيجة البارامترز المختلفة اللي انا ببدأ اشتغل عليها. بتبدأ تشوف التوتال انرجي بتاعتك كام، وفي الاخير بعد كل اللوسز دي وصلت الانرجي بتاعتي الكلية بعد اللوسز الى كام. فانا عايز اقول بس في البي دي اف ده اني انا عندي ثلاث انواع من اللوسز، في عندي الاوبتيكال لوسز والاري لوسز والسيستم كاملا من اسلاك وانفرتر والكلام ده، فبنسميها سيستم لوسز. طبعا هنا ببدا في الاوبتيكال لوسز من اهم الحاجات اللي هو الشيدنج، تمام. في نوعين من الشيدنج، واحنا شرحنا فيديو كامل عن الشيدنج. في عندي الفار شيدنج والنير شيدنج، الناس ترجع للفيديو،
تمام. يبقى انا لو سالتك ايه هي انواع الشيدنج، في عندي الفار شيدنج والنير شيدنج. طبعا في الفار شيدنج بنبدا نشوف الشكل المعروف اللي احنا شرحناه برضه في فيديو قبل كده، اللي هو بيتكلم على الهوريزون لاين، او اللي احنا بنسميه بيعمل علاقه بين مين؟ الازموث والصن، تمام. هايت اللي هو ارتفاع الشمس، يبقى ده اسمه الهوريزون لاين دروينج، او الرسمه الخاصه بالهوريزون، تمام. زي ما احنا شفنا هنا بيقسم لك طبعا هنا حسب الساعات اللي انت بتشتغل عليها، عند الساعة 6 7 8 لحد الساعة 12، تمام. الظهر بيبقى الشكل ماشي ازاي لحد ما اوصل للساعة 19 دي اللي هي الساعة 7، تمام. بيبقى شكل الكيرف عندي ماشي ازاي، وده الازموث بتاعتي، الانجل بتاعتها، تمام، او قيمة الدرجة بتاعت الازموث، تمام، من سالب 120 الى 120. يبقى الجراف ده مهم جدا، شرحناه قبل كده في فيديو اللي هو بيقول الهوريزون لاين دروينج. طيب بيبدا يديني فكره اكتر على النير شيدنج والفار شيدنج، تمام. انا اللي يهمني يا شباب ان انا النهارده اتعرفت على انواع اللوسز المختلفه زي الاوبتيكال لوسز. هيبدا المفروض يتكلم على كل نوع من انواع الشيدنج، فيه حاجات كتيره في الاوبتيكال زي الهوريزون جلوبال الراديانس والجلوبال مش عارف انسيدنت انكول بلان والهوريزون شيدنج فاكتور ان الجلوبال. هنا بيبدا يقول والله انا بتعامل مع رقم اللي هو النير شيدنج فاكتور ان الجلوبال، فبيقول لي هنا انا هعمل موديفايد وبعمل قيمه لهذا اللوسز، بحط اللوسز بتاعتي اللي هي النير شيدنج من اكتر اللوسز اللي بتبقى موجوده ومؤثر عندي في السكشن الخاص بمين؟ السكشن الخاص بالاوبتيكال لوسز. بعد كده بيدخل على الاراي لوسز، بيتكلم برضو هنا على الشيدنج الكتريكال افكت، تمام. التاثير بتاع الشيدنج ده بيظهر ازاي كالكتريكالي، من ناحيه طبعا هنا بيبقى فيه لوسز نتيجه درجه الحراره، وفي لوسز كتيره جدا بتبقى مفاقيد طبعا بتطرح من التوتال انرجي الموجوده عندي. بعد كده بيتكلم على السيستم لوسز زي ما قلنا، زي اللوسز بتاعه الانفرتر وهكذا. طبعا الاشكال المختلفه لللوسز بنبدا نتكلم عنها. هنا عندي الاوبتيكال افكت اون الديفيوز، بيبدا يتكلم عن الشيدنج والاي اي ام، وده برضو عملنا له حلقه كامله عن الاي اي ام والشيدنج بالتفصيل. بنرجع برضو نتكلم عن اللوسز، ونقدر نقيس القياسات بتاعتنا في حاله الستاندرد تيست كونديشن، ونقدر نقول اللوسز اللي بتنشا من هذا اللوح الشمسي او الموديول. ادي عندي اللوسز ريليتد تو يا شباب البي في موديول، المفاقيد اللي بتطلع من اللوح الشمسي. في عندي البي في لوسز ديو تو الراديانس ليفل، تمام، زي ما احنا شفناها في الاوبتيكال الراديانس ليفل. في عندي البي في لوسز ديو تو التمبريتشر، مهم جدا وليها المعادلات بتاعتها. وفي عندي السبكترال لوسز اللي هي مرتبطه بال الكريستاله او التصنيع الموجود باللوح الشمسي، وبيعتمد على الكلايمت وبيعتمد على الاورينتيشن كمان بتاعي، تمام، فبيديني السبكترال لوسز. طبعا في عند الموديول كواليتي لوسز اللي هو المفاقيد اللي بتحصل في كواليتي اللوح نفسه، تمام، وبيبدا يشتغل على ال اي دي، تمام، زي ما شايف هنا ال اي دي اللي هو لونج تيرم ديجراديشن. لونج تيرم ديجراديشن، اللونج تيرم ديجراديشن ال اي دي هتلاقيها لو انت بصيت كده في اي لوح هتلاقي مكتوب لك ال اي دي. لو احنا شوفنا مثلا لوح لونجي هتلاحظ هنا مكتوب لك هنا ايه؟ لو ال اي دي، لو ال اي دي بخاصيه البرك، تمام. اللو ال اي دي دي زي ما احنا شوفنا كده مع بعض، تمام. ال اي دي معناها لونج تيرم، لونج تيرم ديجراديشن اللي هو اليلد بيقل كام، تمام. طيب ال 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 القصه برضه بترتبط في الكواليتي، الموديول كواليتي لوسز على الموديول نفسه والخصائص بتاعته. في عندي المس ماتش لوسز، المس ماتش لوسز بيبقى في عندي لوسز ك لوسز فاكتور بتعمل لي عمليه مس ماتشنج. في عندي الافيلابيلتي لوسز، ده كله بقدر ادخله في البرنامج واقدر اعمل له موديولنج باستخدام البي في سيستم. يبقى انا اللي عايز اقوله
الكيرف اللي انت بتشوفه ده، الكيرف ده مهم جدا، او الشكل اللي انت بتشوفه ده مهم جدا، ده بيعبر عن اللوسز في السولار سيستم كاملا، تمام؟ سواء كانت اللوسز دي جايه من الاوبتيكال لوسز او جايه من الاري نفسها، الاري لوسز، او من السيستم لوسز زي الانفرتر لوسز. ببدا اشوف الباور اللي موجوده عندي كانت كام قبل اللوسز واحسب اللوسز، لان في ناس يقول لك لا والله الباور هي عندي تمام يبقى دي الباور الكليه، لا لازم ادخل معايا الاوبتيكال لوسز والارلي لوسز والسيستم لوسز واطلع الصافي اللي بيحصل عندي من المنظومه الشمسيه. وبالتالي كان مهم جدا في الفيديو ده نتكلم عن اللوسز اناليسز وناخد عنها اوفر فيو سريع كده، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.